ناشطون أفادوا أن مدفعية النظام الميدانية المتواجدة في حاجز معمل القرميد المتواجد في أريحة شاركت في قصف مدينة معارة النعمان بهدف تخفيف الحصار المفروض على قواتها في وادي الضيف والحامدية. يأتي هذا فيما يتجدد إطلاق النار بالرشاشات الثقيلة على بلدة تفتناز في مطار البلدة العسكري. إلى ذلك أعلن المجلس العسكري الثوري في إدلب صباح اليوم بدء معركة تحرير معسكر وادي الضيف في ريف معارة النعمان. نحن قيادة المجلس الثوري العسكري في محافظة إدلب نعلن عن بدء عملية استيلاء وتحرير وادي الضيف في معرة النعمان تاريخ 11/10/2012. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الساعة 6:15 صباحا. يا الله يا تشهد الله. وهذا جانب من المعارك التي شهدتها مدينة معارة النعمان على مدى الأيام الماضية بين قوات النظام والجيش السوري الحر الذي تمكن من السيطرة على العديد من الآليات العسكرية. بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت لكن الله رمى. سيقوم لواء النصر في ريف حماه من تجمع أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم بتوجيه ضربات موجعة إلى الجيش الأسدي وحاجز الشبيحة في السيراميك في خان شيخون عن طريق المدفعية مدفعية القيادة المشتركة للمجالس العسكرية. الله أكبر. لواء النصر. الله أكبر. لواء النصر. قصف الطيران على معارة النعمان. الله أكبر. تقوم بضرب حواجز معارة النعمان وها هي لا تقوم باقتحام حاجز التل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومعنا الآن زكوان حديد ناشط ميداني من معارة النعمان. السلام عليكم زكوان. قصف عنيف تتعرض له معارة النعمان منذ الصباح بالتزامن مع اشتباكات في وادي الضيف. لو تضعنا في تفاصيل الصورة لديك. البارحة والحمد لله بدا اقتحم عناصر الجيش الحر والثوار معسكر وادي الضيف وتمكنوا من تنسيق أحد حواجزه. للمعلومات أن حاجز وادي الضيف ليس معسكرا واحدا يتجمع فيه جميع العناصر الجيش الأسدي وإنما هو عبارة عن أربعة حواجز مختلفة منتشرة على تل في شرق ريف معارة النعمان. هذا المعسكر قام العناصر باقتحام أحد حواجزه والحمد لله تمت السيطرة عليه وأخذ آلياته والآن لا زالت الاشتباكات حتى الآن مستمرة والتقدم وقد وصلنا منذ قليل أن التوغل القصارى أكبر باتجاه النقطة الثانية لوادي الضيف وهناك تجمع كبير بالنسبة لعناصر الجيش الحر هناك. ليلة البارحة تعرضت نقطة وادي الضيف حيث دخل منها عناصر الجيش الحر إلى قصف عنيف جدا جدا حيث بمعدل أربع أو خمس قذائف كل دقيقة قذائف لأول مرة نشهدها وكأنها قذائف صاروخية من راديوات صواريخ من جيش النظام. بالإضافة تعرضت مدينة المعرة للقصف من معمل القرميد من تراقب تعرضت للقصف من حتى من محمل أتت بعض القذائف التي دمرت العدد كبير من المنازل هنا. زكوان هل لك أن تضعنا نعم زكوان
ماذا عن معسكر وادي الضيف؟ هل لك أن تضعنا في الوضع هناك من حيث عدد آليات النظام المتمركزة هناك، عدد جنود النظام، وأيضا بالنسبة لأهميته الاستراتيجية؟ معسكر وادي الضيف هو سكن عسكريا من قبل قيام هذه الثورة الكريمة، حيث يوجد فيه مستودعات للأسلحة ومستودعات للاحتياط من البنزين والكيروسين والمازوت التي يضع عليها يفرض سيطرته النظام عليها. هذا بالنسبة للأهمية الاستراتيجية. هناك أيضا معسكر وادي الضيف هو يقع في تل، وهو يكشف جميع ريف معارك النعمان الشرقي ومدينة معارك النعمان. يقوم هذا المعسكر في خلال الشهور الماضية بقصف كامل لمدينة معارك النعمان والريف وإلى جبل الزاوية. كنا يوميا نسمع الصواريخ التي تطلق من وادي الضيف ويستهدف بها جبل الزاوية. أيضا عندما كانت تدور الاشتباكات في تراقب بين عناصر الجيش الحر والجيش النظامي، كان يقوم هذا الوادي هذا المعسكر بقصف تلك المناطق. نعم ذكوان حديد، شكرا لك، سنكتفي بهذا القدر من المعلومات. كنت معي من معرة النعمان. استعراض عسكري يقوم به الجيش السوري الحر في شوارع مدينة معرة النعمان احتفالا بتحريرها الكامل من قوات النظام بعد يومين من المعارك الضارية. 4 حواجز تم تحريرها بالكامل، هي حاجز السجن وحاجز مشفى السلام وحاجز الدلة وحاجز المركز الثقافي ومقتل أكثر من 30 جنديا من قوات النظام واستسلام العشرات للجيش الحر وانسحاب من تبقى إلى معسكر وادي الضيف القريب بعد معركة دارت رحاها في أحياء المدينة وشوارعها الضيقة. الجيش الحر سيطر على عدد من الحواجز الأمنية الأخرى على أطراف المعرة في محاولة للوصول إلى خان شيخون وتحريرها هي الأخرى، ومنع استخدام الجيش النظامي لتعزيزات جديدة. تعزيزات بدأت جحافلها تلوح بالأفق بعد أن بث ناشطون صورا تظهر رتلا عسكريا يخرج من حماة باتجاه المعرة، تصدى له عناصر من الجيش الحر وكبدوه الكثير من الخسائر. حتى المآذن لم تسلم من قصف الجيش الأسدي. في غضون ذلك شن الطيران الحربي قصفا عنيفا على معرة النعمان والمناطق المجاورة لها وصولا إلى خان شيخون، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين، وذلك بعد أن خسر النظام معركته على الأرض فانتقل إلى السماء. تتعرض مدينة جسر الشغور والقرى المحيطة بها